وتكلما طرق الهوى بابا جوى من بعد أن مل النوى فتكلما شيك بكرة أكيد بكرة خلاص أكيد كتير مفتاح وعد 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 شو بدي هاتي يلا هاتي كرام تعرف بكرة إذا ما أجيت ما الله بارك عمري أنت يا عمري 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 يا حياتي يلا حبيبي بكرة بكرة بشوفك
مدام الأنسة فرح صارت جاهزة. إيه إيه يلا دقيقتين بس. حاضر مدام. بقيت بيجي بستشيرك لانه انت هلا صرت المسؤول يعني بتعرف يعني بدكم تسيبونا اخوي ولا ما عندكم بنت؟ فرح حبيت تعمل لك اياها مفاجأة. كيفك انس؟ اهلا كيفك؟ فرح كيفك؟ الحمد لله انت كيفك؟ شو الاخبار؟ كرومة استقلت لك هاي ليش ما خبرتوني انكم جايين؟ حبيبي هي حبيت تعمل لك اياها مفاجأة انا ما دخلت. ليش ما حبيت المفاجأة؟ جنن شو هالمرة هاي؟ لا ماشي بوجع الراس. أنا ما عم أفهم إنه ليه؟ شو بده؟ ليش كرم؟ وليش ما ليش؟ أنا ما عزمته، هو إجا وأصار يقعد مكتب القديم. ماني مرتاحة. تواجده هون ما عم يريحني، في شيء. حبيبي أنا بالنسبة إلي أنس مكشوف وواضح، أنا ماني خايف منه، أنا خايف من حاتم. حاتم لازم نضل نحن يعني عم نراقبه. وصح أنا قلت له بصراحة أنا مليت، مين بده ياخذني يفتلني بالمعمل؟ بالليل جهزي لي حالك على سهرة بتاخذ العقل. لا روحي لا، ما فيني اترك لسه ما دفي تحتي. لك لا حبيبتي ما حلوة، خلص البس اللي جبت لك اياه من بيرو. روحي سلام سلام خلص سلام بعدين بنحكي. شلون شفتي الوضع؟ كثير حلو بس ما كان بدي عذبك، قولها هي اللي كانت تعجبني. عذاب شو؟ بالعكس انا كثير مبسوط. شبك فاهمين؟ من لما اجيتي مو على بعضك، في شيء؟ ابدا ما في شيء. فرح فرح يعني فرح ازعجتك بشيء؟ بالعكس الله يخليكم لبعض، فرح بتشيل الهم عن القلب. هذا شبك يعني مو على بعضك، شوفي ما في شيء عادي، شوية تعب. تعبانة؟ اخذك على الدكتور؟ لا ما في داعي، إذا ما تحسنت بكرة بروح، ما تخاف. مرتبطة؟ طفو؟ أنا من أول ما شفتك لفتي انتباهي، بقى حابب أعرف إنك أنت مرتبطة ولا ما لك مرتبطة. كأنك ما ورجتني كل المعمل. يلا خليني اطمن بالاول بعدين بخبره. يا رب دخيلك رح موت لا يصير عندي ولد. والله ما يعرف ليه جن، خليه جن، خليه يشوف لوين وصلنا بايده. الله يسامحك يا كرم، الله يسامحك. Thank you.
تتأخر علي اليوم لأني كتير مشتاق. شو بدي أعمل هالمصيبة؟ شو بدي أعمل؟ تأخرت. لبي ما ضمنت إنه الحبة أخذت طفولة. حبة شو؟ من وهم مشان ما تحسي بهلا شيء. الحمد لله مستقلي؟ بلا سألتك هلا عمري. إن شاء الله ألف مبروك، أنتِ بأواخر الثانية. طب كيف وضع الحمل؟ لهلا الوضع مستقر، ضغطك مرتفع شوي، أنتِ بتراقبي ضغطك بالعادة؟ بالعادة ضغطي بيكون بحدود الـ 14، بس بعرف إنه في كثير ناس متعايشين مع هذا الموضوع بشكل طبيعي. أنا مشكلتي الأساسية دكتور هي المشكلة اللي حكينا فيها. مشكلة القلب. وبصراحة دكتوري كان محذرني من الحمل. مدام أنا ما بدي إياك تكوني قلقانة، المطلوب منك تكوني حذرة، وحملك بده رعاية وانتباه. طب دكتور شو الشغلات اللي بقدر أعملها مشان ساعدي ليكمل حملي على خير وسلامة؟ يعني بصراحة أنا أهم شيء عندي إنه الجنين ما يتأثر بأي شيء. رح أكتب لك شوية فيتامينات، وأعطيك شوية تمارين تعمليها بالبيت، وتراجعيني باستمرار. حبيبي عم اقول لك هلا طلعت من عند الدكتور. الف مبروك الف مبروك حبيبي الف مبروك. بس عم يقول لي الدكتور انه الحمل رح يكون صعب شوي لانه كل شيء رح يكون تمام. لا تخافي كل شيء. يا ريت. بس بدي منك انه ما حدا يدرى هلا ابدا ابدا. ليش حبيبي؟ ما بدي يوصل الخبر لحاتم، لانه ممكن يعمل اي شيء ليضرنا. على الاقل يعني لبين ما تولدي بالسلامه. طيب وبس يبين علي الحمل شو؟ كل شيء بوقته حلو. انت هلا خليكي طبيعيه مثل ما اتفقنا. خلص مثل ما بدك. كيفك عمري؟ قديش بدك لتصيري جاهزة؟ يا فرح يا فرح يا حبيبي، يلي رح يضمن كل شيء هو هذا الولد، رح يضمن مستقبلنا وعيشتنا. عم تفهمي علي؟ يعني مو معقول بعد كل شيء صار يروح تعبنا هيك على الفاضي. فروحة عيوني انت حبيبي انت، انا ما بدي مني غير تصبري هالكم شهر لبين ما هبة تولد. والله مو صعبة، بس هالكم شهر وانا وعد مني رح ظبط كل شيء. فرح
بحياة كل شيء بيناتنا، كل شيء بيناتنا، بس أعطيني هالكم شهر. طلقني. طلقك. رجعنا على السيرة نفسها. ما رح طلقك. بدك تطلقني غصبا عنك. هيك صرت أنت تحكي معي غصبا عنك. هذا كله أنت معصبي هلا وأنا لا غلطان كثير. ماني معصبة. باين علي معصبة؟ بالعكس أنا بعرف كثير منيح شو عم بحكي وشو بدي. فرح أنا بحبك. أنا بحبك وما رح طلقك. بعدين أنت طول عمرك تثقي فيه. شو اللي تغير هلا؟ فهميني. تغير اني انا كنت عم جاريك وعم ماشيك بلعبتك لحد ما تاكدت وشفت بعيني انك انت بتحبها. لا تطلع فيني هيك. هي بتحبها. انا اللي قبل الحفله بيوم وانا مفكره انه كل شيء تمثيل. الحفله شفت عيونك كيف عم تطلع علي، كيف كنت عم تراقبها وعيونك عم تضوي لما تشوفها. اسمعي، هذا الكلام اللي عم تحكيه كله وهم وبهم. هذا بدماغك، هذا مو صح. وعلى فرض انه كله وهم وبهم وانه كل هذا الحكي قدام العالم بس وقت نكون لحالنا، هذا شو بتسميه؟ جاوب. انت لهي الدرجه صارت بتعني لك؟ انا التفاصيل يلي عم شوفك عم تعملها معها بحياتك عملتها معي. انا اكثر وحده بتعرفك. فرح فرح اهدي اهدي. بعدين شو هالتخبيص وليش معصبه؟ ليش عملك؟ مالي معصبه. وبدك تطلقني كرم ولا بتحب لسه تعلي صوتي اكثر من هيك؟ السماء يطير. لا 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 لا، شو صاير معك؟ فهمني شو صاير معك. قلت لك اخبطه، خوفه، اضربه، اما تعوصه لك براسك في مخ. هو هجم علي وكان رح يكشف لي وشي، شو بدي اعمل يعني؟ شو بدك تعمل؟ تفضحنا لقصه؟ جعبالي فاق كفين بخمسة عاديين بالارض، لك ربي حمار في براسك مخ؟ يعني مات ولا ما مات؟ ايه اكيد معلم، صبته لي اكثر من مره. ما عم تفهم علي يا بني ادم. شفته بعينك انه مات ولا لا؟ لك عم يقول لك مات ولا ما مات؟ والله انا ماني متاكد، انا شفته وقع من هون ومشيت من هون معلم. طيب الميتور تحرقه تكسره تخفيه، ما بدي يبين منه ولا اثر. وانت كمان تختفي، ما بدي حدا يدرى عنك شيء نهائيا. امك ما لازم تعرف عنك شيء. هيك هيك معلم بهالبساطة؟ لا بهدول. كل فترة وفترة بمرق لك مثلهم لتدبر امورك وتهدى الاوضاع، بعدين بعطيك مبلغ كبير وتختفي برات البلد. بس اذا بتهبل تمك بحرف، الدبان الازرق ما رح يعرف وين اراضيك. عم تفهم؟ أمرك معلم على راسي. Thank you.
إذا بتريدي غرفة كريم الماء. هبة شو صاير مع كرم؟ ما بعرف، ما حدا طلع من جوا وانا قلبي راح يوقف، ما حدا عم يقول لي شيء. ليكو طمني دكتور، كيف وضعه؟ دكتور دخيلك شو صاير معه مشان الله؟ مريض تعرض لطلق ناري بالظهر. شو؟ نزف. قدرنا سيطرنا على النزف وشلنا الطلق. وضعه حاليا غير مستقر. شو يعني وضعه غير مستقر؟ حاليا بدنا نحول عليه نعم مشددة، ادعوا له. مين بيعمل لي هيك؟ ما عرفته مين؟ قبل ما اخبركم مين حضرتك؟ انا مرت. وحضرتك مدام؟ حضرتك مين؟ أنا مرت. طيب بنخبركم واصير معنا شيء. بعرف شو عم تفكري، بعرف شو حاسة. إذا أنا مو عارفانة كيف بدي أحس، أنت كيف قدراني تعرفي؟ خبرته. أنت كنت عم تضحكوا علي. لا لا، كرم ما كان بيعرف، ما كان متوقع انه يوصل جناني لاني اروح لعندكم على البيت. ما حدا قدر يتحمل. ليش هيك عملتوا فيه؟ انا مش غلطت معكم، فوتك على بيتي وعملتك مثل اختي. كنت عم بحكي لك كل شيء، كنت عم بحكي لك اسرار وتفاصيل، وانتي انتي عم تسمعي عادي. كيف كنتي قدراني تسمعي؟ كيف كنتي قدراني تخفي وانا نايمه انا وياه بالغرفه اللي حدك؟ كيف كنت هموت؟ حاجتك كذب انتي وياه، حاجتك بكفي خلاص. معك حق، كان هي بلشت كذبة، بعدين كرم صار يحبك، صرت عم شوف هالشي وعم بقدر احسه. هو بحبك إلك. هبة أنا امبارح طلبت من كرم الطلاق، بصير معي خبرين. دكتور بسرعة اعطيني ابرة ادرينالين جهاز صدمة. صراحة حطي عينك بعيني، معلش لك انا الشيء الوحيد يلي خانقني انت من ورا خوفي على كرم، ماني قدراني احس باي شيء ثاني ولا شيء.
برافو عليك. هي خليها تحت بالارض لانه هنيك محل. فايزو فايزو شوي فايزو 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 على فايزو على بيتنا فايزو ما كان فايزو فايزو حدا ولا على الجديد ما بتذكر إنه حدا فايزو بابنا أو صار. طب إمتى آخر مرة شفتي؟ قبل بيوم. شكرا لك الله عملنا كل اللي بنقدر عليه، لكن لسه الخطورة موجودة. لأنه عنده إصابة بالنخاع الشوكي، ممكن تسبب له عجز دائم. شو يعني عجز دائم؟ يمكن يصيبه شلل بالطرفين السفليين وعجز جنسي. دكتور يعني ما عاد يقدر يمشي. للأسف، لأنه إصابته خطيرة. وهلا هو فات بغيبوبة، ممكن يضل أيام ممكن يضل أشهر. Thank you.
الحمد لله على سلامته مدام. كنت عم البس طلع على المستشفى. بدي نحكي شوي. معلش فوت. الحمد لله الحمد لله. الدكتور قال لي بس يصير في 3 دقايق بين المغزى والثانية مشان اركض على المشفى. ان شاء الله بتقومي بالسلامة. الله يسلمك. بدك تشرب شيء؟ مي بليز. رجعي لعندي على الفيلا. رجعي. عم خاف كثير بغياب كرم لحالي. تعودت عليكي فرح. بدي اقول لك شيء. يمكن تسميه جنان. أو تسميه ضعف. سميه اللي بدك اياه. يمكن يمكن أي وحدة محلي بعد ما عرفت اللي أنا عرفته وعرفت إنه القصة كلياتها بلشت بكذبة كان لازم يكون هلأ الغل معبي قلبه وروحه. بس أنا محمد أنا آسفة إذا قلت لك إنه الفترة اللي قضيتها أنا وكرم هي الشيء الوحيد الحقيقي بحياتي. وبعدها إجيتي إنتي وكملتي علي. إجا الشيء اللي كل عمري بحلم فيه. كل عمري بحلم إنه يكون عندي أخت بالبيت. صرت غمض عيوني وأنا مرتاحة. وأنا مأمنة إنه في ناس بتخاف علي وبتحبني. الشيء اللي مجنني إنه أنا عندي استعداد أتحمل أي شيء بالكون إلا إني أخسركم. تخيلي فرح إنه خوفي من إني أخسركم أقوى بكثير من أي إحساس تاني. الله يخليكي. لا تتركوني. خسرانة منك. أنا كمان رحت لحتى وحدة تانية ما تاخد زوجي وما يحبها. لقيت حالي أنا اللي عم حبك.
خلاص. شو بكي؟ هبة؟ شو في؟ يا شوف بسم الله على قلبك يا أمي. هبة لا تخافي أنا معك وحضرتك. بسم الله يا رب. إن شاء الله بتقبري قلبي، إن شاء الله بتقبري قلبي يا بنت الغالية، إن شاء الله بتقبريني. بتقبري قلبي يا بنت الغالية، إن شاء الله بتقبري قلبي. الله يرحم ترابنا أمي. أحمله عنك
ودربك أنا بكفي. أنا بعرف إنه جسمي ما كان رح يتحمل. الله عاطيني قلب ضعيف، بس كان بكفيني حس إني أم ولو لتسع شهور بس. كرم أنا مسامحتك، معك حق تحب فرح، فرح بيلبقلة الحق فالروحة. هاي البنت أماني بين إيديك، وأنا بعرف إنك قد